المدرسه دابا غادي نمشي نشرب ليا قهوه. ما درتش القهوه في الدار اليوم انا دابا ندخل هنا اليوم انا بحال لي نو انا شويه دايخانو درت الساعه مع الخمسة وفقت حتى شوفوا قبل ما تكون عندي الطوموبيل ديالك كان نتخيل راسي كنشرب قهوه هنايا. شوفوا سبحان الله دابا غادي نشربها هنايا، نجي نشرب ليا قهوه في هذه البلاصه هذه اللي ديما كنت كنقول غير غناخذ الطوموبيل قهوتي غنديرها هنا. انا وعدتكم البلاصه دابا انا غنيه. الوغ شوفوا بغيت نشارك معكم واحد الحاجه. البارح كنت غنهضر في هذا الموضوع وقلت بلاتي ونهضر عليه، قلت حتى اليوم. الوغ غنهضر على جوج ديال المواضيع اوكي نو وخلي غنهضر غير على واحد زوج راه بزاف. الموضوع الاول هو ان احنا كبشر انا كنت في هذه القاعده شحال هذه دابا ما بقاتش في هذه القاعده بدلتها مني. الوغ تخيلوا معايا نعطيكم ابسط الامثله. الناس اللي عايشين في اوروبا الجاليه الاوروبيه نو الناس اللي عايشين في اوروبا الجاليه الاوروبيه واش ما كتلاحظوش ان بصح الفكره العينيه واش ما كتلاحظوش ان الكوار لي زانفلونسر الكوار ما كتعرفي عليهم حتى شي حاجه. شتي لي زانفلونسر الكوار راه الصحافه تيضلوا ليهم عند الباب باش يعرفوا غير شي حاجه من اسرارهم ما تعرفوهاش. تخيلوا معايا انفلونسر اوروبيه كتزوج وتطلق 100000 مره وتخاصم هي والراجل وتولد واللي فولورز ديالها ما تسيقوش ليها الاخبار. علاش؟ لانه السوشيال ميديا ما دارتش كما قلت لكم لحلول المشاكل الاجتماعيه والاسرويه نو. تخيلوا معايا دابا بنادم كيدير السوشيال ميديا باش يديفو ولا باش يدخل باش يشوف اشياء زوينه نشوف اشياء زوينه، نشوف ناس كتبارطاجي لي فوايا، نشوف ناس كتبارطاجي الفرحه السعاده. راه يكفينا داكشي اللي واقعنا، راه داكشي اقسم بالله العلي العظيم الا هاد الايامات انا مرت على جوج د الحوايج، على واحد القصه الا عاودتها لكم اقسم بالله راني كنتسنى غير يجيبوا لي التصويره ديال اللي طر المطرطر وماشي شغلي وغادا نبرح به اوكي كنتسنى غير توصلني التصويره ان شاء الله غتوصلني قريب ديال واحد شنو دار. راه لا حول ولا قوه الا بالله مع منولين عايشين. زائد على داكشي اللي كنشوف في غزه ما تنقدر والله الا تنمرض. وداك الخطره فاش عاودوا لي انا الناس القصه اللي وقعت، واحد القصه وقعت والله مؤلمه في الطليان راه مازال حتى واحد ما عارف الاخبار. فاش عاودوها لي تخيلي معايا مشيت للسهره نهار السبت وكنشوف صاحبتي كنقول عرفتي عينيا تيغرغروا لي كنقول لها كتقولي فين ساهيه مالك ساهيه، كنقول لها الا قلت لك ما غاتيقينيش راني تنفكر في داك البلان اللي عاودتو لدار ف راه لا حول ولا قوه الا بالله. يلا وبنادم كيبارطاجي معنا غير الطاقه السلبيه والله انا ما باغاش ندخل في هاد الافلام. انا فاش كنبغي ندير فيلم على الاقل كندير فيلم مضحك. شو دابا عاد كندير الشابو لولد شنو بعدا فاش كيبغي يدير الافلام كيمشي يجيب وحده فاش كيتزوج بها ويدير الافلام هو وياها بعدا فيلم ممتع. من بعد كينوض يتعاطى هو وياها معروف الافلام ديال ولد شنو غيتزوج غيجيب شي وحده في السوشيال ميديا ما عندهاش بزاف فولورز عندها 100K في الانستغرام يقول لها اجي نديرو انا وياك الزواج توصلي ل 300K كدير هي وياه الزوجيه الكاذبه كيوصلوا ل 100K. على الاقل فيلم يضحك فيلم تضحك. ودابا تخيلي معايا وحده نايضه اختي حنا ما حنا مالنا انت مزوجه ما مزوجهش مطلقه وحنا مالنا. زائد نايضه عقوسها انا مع مرته راه كامل الكذوبه الشريفه راك مراه كبيره وتتكذبي. دابا في نظرك وكان بصح مرت ولدك ولدك منوضينها انت غتجي من مرت ولدك الشريفه الله يهديك المراه الكبيره الله يهديك الله يهديك الحاجه راه كبرتي وبداو كيتخلفوا لك الافكار طاطا حشومه عليك. واش دابا باغا تبيني لينا فين كاينه هادي؟ هادي ما كايناش، هادي ما كايناش لا عند الاوروبيين لا عند المغاربه لا عند الموزمبيقيين لا عند اش كيقولوا لهم هادوك لا عند الفضائيين. فين عمرك شتي وحده غتخاصم مع راجلها غتنوض الام غتجي؟ الا سمحي لي سمحي لي يا خالتي ما تزيديش فيه ما تزيديش فيه. كون درتو غير شي فيلم زوين بنادم كيخرج وكتنخطط علينا كتبكي. واش اختي حنا ناقصين؟ واش حنا ناقصين البكاء ديالكم في السوشيال ميديا؟ يال عرفوا شرب بحال ديك النوع والله ما كتسمح في راجلها راه كيكذبوا عليكم. اللي دخلت اللي تخرج في السوشيال ميديا تنخطط عليكم تقول لكم راجلي دار لي وفعل لي وانا غنطلق والله لا طلقات راه غير افلام. راه كيما درت هذيك شوفوا القهوه عندي من ذاك النهار وي عندي كيما درت هذيك كي حقا راجل الراجل دار لي الراجل فعل لي الراجل ترك لي في الاخر رجعت معاه هذه عاوتاني نفس الشيء. علاش العجوزه دايره فيها زعما راها مسالمه باش حتى الفيلم يعني باش زعما حتى الا حيت الفيلم راه ما غيطولش راه ما دايرين فيلم بيناتهم راه يومين ثلاث ايام باش حتى الا شفتو مع بعضياتهم تقولوا واحد العجوزه كانت جايه من المراه. راه ما كايناش العجوزه اللي غتجي من المراه ما تبقوش كذبوا بعضياتنا. انا في المستقبل يكون عندي ولدي مثلا نزيد نولد شي وليد
ويتزوج ويكون هو اللي غلط. نوقف مع حبيبي مع ولدي هذا ولا انا اللي كنتحكموا في هذا الشيء؟ راه اوتوماتيكمون الغريزه الامومويه هي اللي كتحكم في هذا الشيء. تجي انت تقولي لي حق انا مع مغت ولدي راه كامل الكذوب. واخا ديري فيلم ما تبقاش تنخطوا علينا، ما تبكيوش علينا، واش حنا ناقصين بكاء؟ واش هذه السوشيال ميديا دارت للضحك النشاط؟ بنادم يبارطاجي ليكسبيريونس ديالو في الحياه. انا بديت من الزيرو عاوتاني. شوفوا هذا شويه قلت لا حول ولا قوه الا بالله. كنطلع هكا كطلع ليا واحد البنت معروفه حتى هي في المغرب، انفلونسر معروفه ما شاء الله عليها زوينه، وكانت واقيلا تعرفات في واحد الوقت فاش كانت تفرقات هي والراجل وعندها وليد ولا بنيه الله يخليهم لها. معنا هاد السلبيات علاش؟ علاش راجو اختي علاش؟ وقع لك اكسيد والله ينجيك ونجي كاع المغاربه ولا شنو كاع داكشي اللي وقع لك، سخفتي شدك لاكخيز في الطريق وانت سايقه، سيري اختي علاش علاش كتقولي لصاحبتك بارطاجي مع المتابع؟ علاش؟ على باش يتزادوا عندك واحد 5K ولا واحد 10K ولا واحد 100K جداد يتزادوا عندك، حيت ما كانوش كيعرفوا راجوا. دابا عرفوا راجوا شدها لاكخيز في الطريق راه غادي يدخلوا يتابونوا معاه من بعد غير ديزابونوا من عندك. علاش اختي علاش؟ علاش هاد الخرج ديال الوحش المتوحش؟ السطاج ديال الوحش المتوحش باش نقدر نشرب قهوه ديال السطاج الوحش ديال الوحش المتوحش. والله دابا عينيا مغرغرين باغا نبكي، غيسحب لكم غير القدرات هما اللي بكاوني. والله الا تصدمت سيده في ذمه الله ماتت وحده دارت بها 100,000 فيديو، دارت الفيديو بالمره كتشهد بالمره مغسلينها بالمره ما كرهتش تورينا حتى 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 خلي نفس البنيوليه ديالي. شوفوا سطاج الوحوش هذا، سطاج الوحش المتوحش اللي كيدخل عليك تيطير لك كمارتك، هذا السطاج ديالو. يلا كنقول لكم المغاربه كيتعاداو. دابا شكون اللي جاب لنا هذه القضيه ديال بنادم نتبعوا معكم مراحل الموت في دبي؟ الله يرحم مرته مسكينه، الزوجه ديالو اللي تاهي كانت معروفه انفلونسر معروفه كانت في دبي، بنت نقيه مسكينه راه في ذمه الله، الله يجعلها ان شاء الله من اهل الجنه. الولد برهوش. انا هذاك الولد شفتو مني، انا عرفتو غير بدوك الفيديوهات ديال ديك البنت مسكينه اللي بدا كيبارطاجي، سميتها شيماء الله يرحمها مسكينه يا ربي ترحمها وتجعلها من اهل الجنه. عرفتهم انا غير من داك الفيديوهات. تخيلوا معايا البنت دار بها 100,000 فيديو، وي الفيديوهات ما هابطينش على 1 مليون، الفيديوهات ما هابطينش على 1 مليون. دابا شنو وقع؟ دابا كاع لي زانفلونسر داكشي تاطاش ليهم في عقلهم. دابا فاش غيموت اقرب ناس اليهم خصهم هنا فين تعرفي انت اللي كتفرجي فيا دابا، ان الناس اللي انت كتبعيهم حيدي منهم صاري كول. اوكي نهضر انا ما نكذبش عليك، انا جيكنيش نحيدي منهم صاري كول. شتي كاع لي زانفلونسر اللي كتبعيهم راه ما على بالهمش بك انت، على بالهم بالارقام اللي كتطلع. شوفوني انا راه طلع ليا تيك توك ال 1 مليون ولا 2 مليون، انا راه طلع ليا الانستغرام ال 10 المليون باش يديروا الاشهارات. انت ما على بالهمش، انت اللي كتبعيهم ما على بالهمش. واخا يقولوا لك في ستوريات كوكو مزامور ولا كوكو مدامور ولا الكبيدات ولا كينافقوك كيبغيوكش. انا تنبغيك، انا انت متبعاني كنبغيك، عمرك شتيني بارطاجيت معاك الحزن ديالي؟ اقسم بالله شحال مره كتكون مضروبه فيا حتى العظم، وشحال مره وقعوا لي بلانات في الخدمه، تيوقعوا لي بلانات تنكمدها في قلبي وتنقول لا حول ولا قوه الا بالله. نهار الجمعه فاش كانت عندي خدمه في لابيلجيك اقسم بالله العلي العظيم وقع غير نقاش صغير ما بيني وبين مولشي، وقع غير نقاش ما بيني وبين مولشي. كنهضروا في الواتساب هكا، انا جالسه في الخدمه يعني جالسه في 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 في, في الديسكو وتنكتب ليه، وقال لي واحد الكلمه انا فهمتها غلط ما عجبتنيش. قلت لصاحبتي زيدي كتقولي انا على الشيطان، هي فاتي تكذبني كتقولي انا على الشيطان. قلت لها غنمشي اقسم بالله الا خرجت شدوني غير الفيادرا مساكن شدوني. قالوا لي حشوم عليك صاريك ولاد الناس كلهم جايين على قبلك وانت باغا تمشي. قلت لهم لا هكا دار ليا، وعلاش دار ليا؟ والله ما عليش بالفلوس، علاش انا في ذاك المومنت ما فكرتش ندير لايف ولا ندير ستوري وانا صافي اختصارا على الشيطان؟ راه يطلع ليا ال 100 مليون ديال المشاهدات ولكن ما تنديرهاش ما تنديرهاش. انا 7 سنين وانا في السوشيال ميديا، وطالعه في 8 سنين، والحمد لله الكونت ديالي ما بقى والو غير في الانستغرام يكمل لي 3 ديال المليون، وكان عندي تيك توك راه فيه 2 المليون ومسحته. علاش؟ العام اللي فات دخل عليا الضيم في رمضان، في ايامات رمضان كان علي دخل رمضان ودخل عليا الضيم. بقيت كنشوف في التيك توك ديالي كنقول اويلي شاد الشيء كمالي فيه 2 المليون ديال الفولورز، والحمد لله الانستغرام ديالي دابا علينا وصل لي 3 ديال المليون والحمد لله. الناس كيتبعوني حيت كيبغيوني، ماشي باش دابا ندير الميس امور شي فيلم وغادي يعجبهم، ولكن انا الافلام اللي كندير كيعجبني يكونوا افلام. البلاصه اللي باكيتي جيني جاو البارح وما لقاونيش في الدار، ودابا فاش كيجيو ما كيلقاونيش في الدار مع انا ساكنه شويه خارج المدينه. اليوم في الصباح عصبوني عرفتوا الدمعه واقفه لي في عينيا، كنعيط ليهم والو 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 ما بغاوش يديروا لي الخطر، ما بغاوش با
ما بغاوش يديروا لي الخاطر. شوفوا سبحان الله دابا انا غاد البلاصه اللي خرجت فيها البيرمي حيت عيطوا لي باش نفيرمي على شي الوراق باش يدفعوا باش يعطوني الكارت. حيت دابا كنسوق غير بالورقه خصني تجيني الكارت من 3 شهور ولا 4 شهور. ايوا انا غادا في الطريق سبحان الله وانا نطلاقه. شوفوا سبحان الله فاش كتكوني بوزيتيف وانا نطلاقه مع شكون الكاميون اللي جايبي غادي ليا بالطلبيه للدار. وانا قلت له وقف وقف قلت له عافاك عافاك قلت له واش عندك واحد الطلب بسميتي؟ قال لي اه. قلت له سبحان الله والله الا انا عندي زهر. صافي وصلت لحومتي دابا غادي نطلع للدار ولكن بغيت نشوف